المرابات والقروض لقاء رهن. طبقا للمادة رقم 647 من قانون العقوبات، أن كل عقد مالي غير تجاري يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة، يؤلف جرم المرابات ويعاقب بالحبس لمدة أقصاها سنة وبالغرامة بنصف رأس المال، والشرط هو ضيق ذات اليد للمستقرض. المرابات والقروض لقاء رهن. طبعا المادة 647 من قانون العقوبات جرمت فعل المرابات، وقد حددت له صفات خاصة باعتبار أن كل من يقوم بمنح مبلغ من المال لأحد الأشخاص لقاء فائدة مالية نقدية تتجاوز هذه الفائدة المالية والنقدية الفائدة المحددة وفقا للقانون السوري، فأنه يعتبر بذلك قد ارتكب جريمة المرابات. وفي هذه الحالة أن جريمة المرابات لها شروط معينة، والشرط الأول هي استغلال حاجة الإنسان أو ضيق ذات اليد كما عرفها القانون، بحيث أن هذه المواصفة لا تنطبق على التاجر، إذ أن التجار يقومون وبحكم قانون التجارة بالقيام بأعمال تشبه من حيث الظاهر تشبه المرابات، لكنها وفقا للقانون التجارة فهي مشرعة، بحيث أن أحد التجار يكون بحاجة إلى مبلغ من المال فيقترض لقاء مبلغ أو لقاء ربح مادي يعطيه للمقرض، أي أنه لا يريد أن يبيع هذا الشيء المرهون سواء كان عقارا أو منقولا ذا قيمة. ولما يكون هذا الأمر ضمن قانون التجارة فإذن لا يجرم صاحب الفعل على فعله باعتبار أنه مرابي. في مرحلة معينة قانون التجارة أيضا وضع شروط خاصة فيما يخص موضوع الإقراض. التكرار في موضوع الإقراض، التكرار أوجب القانون السوري على أن يكون، حتى نعتبر أن هذا الفعل هو مرابات وأن من فعله قد ارتكب جرم التكرار، يعني تم زيادة العقوبة في هذا الأمر، يجب أن تتم المرابات خلال مدة 3 سنوات لأكثر من مرة، يعني يتم إدانة أو استدانة أو إقراض شخص من الأشخاص مبلغ من المال، وهذا المبلغ ضمن مدة 2 أو 3 سنوات ولأكثر من شخص، يعني ممكن يكون أعطى هذا الشخص مثلا لـ4 أو 5 أشخاص ديون بلقاء فائدة أو لقاء مبلغ مالي عالي جدا. فهذه الجرم يجب أن يرتكب ضمن مدة 3 سنوات، بعد 3 سنوات لا يعتبر الفعل الذي قام به هذا الشخص من قبيل التكرار، لأن التكرار وفقا للقانون السوري هو فعل يضاعف العقوبة. طبعا فعل المرابات يعاقب بالقانون السوري بعقوبة سنة حبس لا أكثر من سنة، ولكن عند التكرار يضاعف هذا العقوبة، وأيضا يكون لدينا الحق بأن نأخذ أقل نصف المبلغ المقرض كتعويض، يعني قام بإدانة شخص أو بإعطائه مبلغا على سبيل القرض بفائدة 1,000,000 ليرة سورية، فوفقا للقانون يحبس لمدة لا تزيد عن السنة ويدفع مبلغ لا أقل من 500,000 ليرة سورية كعطل وضرر للشخص الذي استدان هذا المبلغ من المال.